هل الرياضيين بيحتاجوا جرعات اكبر شويه من كل العناصر اللي احنا اتكلمنا عنها؟ الرياضيين لا، مش انا مش محتاجه الجرعات، يعني هو كل بما فيها كل الفيتامينز كمان. الفيتامينز بيبقى جرعات محدده في اليوم، فهو احنا الرياضيين لازم ياخدوا فيتامينات لحاجات كتيره جدا. أوكي. للمناعه. ليه بقول كمان للمناعه؟ لان الرياضيين بينزلوا يروحوا الجيم، ممكن الانسترومنتس الاجهزه اللي بيشتغلوا نفسها فيها طبعاً. ممكن تكون نسيوا يعقموها يوم ولا حاجه وفيها بكتيريال انفكشن او اي حاجه مش نظيفه، لو الرياضي ما عندوش مناعه هيلبس على طول طبعا. ويمكن من اعراض نقص المناعه الالتهابات اللي بتيجي في المناخير، الاذن، الاسهال المستمر. يا كريم، الاسهال او المشاكل الجهاز الهضمي بيؤدي لنقص المناعه، بتكون اشاره ان في ميكروب ما داخل طبعًا. الجسم طبعا. أوكي. من اهم الفيتامينز اللي موجوده، او من اهم المكملات الغذائيه اللي موجوده على الشاشه دلوقتي اللي بنصح بيها كل الناس، يعني كل الناس فعلا، ستات ورجاله وجميع الاعمار، هو البومالتي فيت اللي انا شايفاه على الشاشه. ومحدش يقول لي لا لما اوصل لل 40 ابقى اخد فيتامينز. احنا محتاجين فيتامينات من سن 20 سنه ومن اقل. مش هتدخلي علينا مره بعلبه ولا حاجه؟ هجيب لك المره فين الجايه الكلام ده؟ يعني يا لهوي على الكسفه. في حد اولى مني بالفيتامينز؟ ده انت قدامك نموذج للشخص. لا كريم، انت انا شفت لك صفحه على صوره على السوشيال ميديا، قلت لك والله صوره كميه الحلويات، قلت لك الله بالهنا والشفا. اتصورت مع الحلويات. بس ده مش كلامنا، بلاش الحلويات دي كلها، وفرحان قوي بالبسبوسه. كان بقى ده حالي والله، ما كان بقى ده حالي. فطبعا على الشاشه دلوقتي مميزات هذا المنتج البا مالتي فيت، مهم جدا ان كل الناس تاخده. وبطمن كل الساده المشاهدين المحترمين من الستات والرجاله ان البا مالتي فيت واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، دي حاجه حلوه قوي. طبعا المميزات اللي موجوده على الشاشه، الاعلى في تركيز الزنك. الزنك مهم، انا قلت فيتامين سي للمناعه والزنك للمناعه. اوكي. وقلت ان الفيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص الزنك، امتصاص الحديد. ايه سوري. اوكي. امتصاص الحديد. أوكي. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، من غير زنك الجسم هيتعب جدا. الزنك مهم لاي حاجه بتتجدد، يبقى مهم للدم، الدم بيتجدد، مهم للشعر. الستات اللي بتشتكي لي على طول شعري بيقع يا دكتوره دينا، فبقول لهم اول حاجه الشعر بيقع، هنحلل وظائف كلى وهنحلل الغده الدرقيه وهنحلل ان الحديد كويس ولسه شعري بيقع، يبقى انا محتاجه على طول زنك ومحتاجه فيتامين بي 7 بايوتين. طب الزنك في الحاله دي يتاخد لوحده بجرعه مناسبه، ولا يتاخد يعني من خلال يعني حبايه او كبسوله فيها فيتامينز كتيره فبالتالي تبقى نسبته اقل؟ احنا بنشوف ساعات منتجات زنك لوحدها. طيب الزنك لوحده انا لا افضل. ليه؟ عشان النحاس. الزنك لوحده لو اخذته لونج تيرن وعلى مدى طويل جدا ومن غير ما اطمن ان نسبه النحاس في جسمي كويسه، الزنك مش هيشتغل اصلا. في فيتامينات بتشغل بعض، الزنك والنحاس بيشغلوا بعض. فعشان كده ألبا مالتي فيت الميزه اللي فيه انه داخله الكابر النحاس. الزنك مهم زي ما انا قلت للمناعه، ومهم لخصوبه الرجل جدا، بيدعم الخصوبه، ومهم لكل العمليات الحيويه في الجسم. المالتي فيتامين لو قلت لي ناخد زنك لوحده او ناخد فيتامين سي لوحده، انا الجسم مش محتاج يوميا فيتامين سي بس، انا لازم فيتامين بي. فيتامين بي، عائله فيتامين بي الكامله مهمه لدعم التمثيل الغذائي. من غير تمثيل غذائي مفيش حياه. التمثيل الغذائي اللي هو سرعه الايض، بيبقى فيه طاقات، يعني مثلا يقول لك ايه، ده انا هاخد فيتامين بي عشان النشاط. النشاط الحركي احنا عارفينه، في طاقات خفيه في الجسم محتاجه تمثيل غذائي، زي نقل الهرمونات في الجسم، زي نقل الفضلات في الجسم، زي نقل الفيتامينات والمعادن في الجسم، زي نقل الخلايا المناعيه في الجسم. فلازم دي الطاقات الخفيه. وعمليه الهضم انا ما بحسش لما باكل بعمليه الهضم، ده محتاج برضو تمثيل غذائي. اللي بيميز ألبا مالتي فيت يا كريم انه فيه كل عائله فيتامين ب الكامله. أوكي. ممكن اروح الصيدليه الاقي فيتامين في فيتامين بي 7 و 12 وما فيش واحد واثنين. طب انا محتاجه النياسين والثيامين والرايبوفلافين يوميا انتيك. وما بخافش من فيتامين بي لما باخده يوميا لانه ووتر سولوبل، لا يخزن في الخلايا. اوكي. ألبا مالتي فيت بدعمه جدا، تركيزه حلوه جدا، يعني ما بخافش من التركيز انها تعلى، بلس انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، واخد التستات اللازمه
للبيع للجمهور. والحلو اللي فيه جدا انه موجود في صيدليات، سلسله صيدليات كبيره في مصر، الصيدليات موجوده في كل محافظات مصر. كويس. وبقول لاي حد بيتفرج علينا مكسل يروح الصيدليه، عندنا ارقام ظاهره على الشاشه، الكول سنتر موجود، بيوصل الفا مالتي فيت لحد باب البيت ايا كانت محافظه مصر. واكيد مكسل عشان عنده نقص فيتامين فيلزمه الفا مالتي فيت. ايوه صح. بلس اكيد عندنا صفحه على الفيسبوك، على السوشيال ميديا لو عايزين اي استفسار عن الفا مالتي فيت.